خالد، مرحبا بك ومرحبا بضيفك. إليك الصوت والصورة، ولنقف معا على آخر التجهيزات وكذلك الاستعدادات الأمنية لحج هذا العام. نعم، شكرا عمر. أيضا أهلا ومرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام، وبإذن الله تعالى يوم مبارك بإذن الله يفوز فيه كل الحجاج وأيضا كل المسلمين في أصقاع المعمورة بغفران الله سبحانه وتعالى ورحمته. في هذه اللحظات يتجول الطيران المدني، في هذه اللحظات رغم أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن رجال الأمن في الميدان بعد أداء الحجاج لصلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة. هنا الكثافة ازدادت بشكل كبير وملاحظ جدا في على محيط جبل الرحمة. هناك الآن العديد من الأعمال الميدانية، ولكن الأكثر بالتأكيد التفاصيل ستكون معنا في هذه اللحظات متابعينا الكرام من خلال معالي الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات أمن الحج. معالي الفريق، أهلا ومرحبا بكم، ونبارك لكم وقوف هؤلاء الحجاج الكرام ووصولهم إلى صعيد عرفات الطائف. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، من هذا الموقع أنا أبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي وزير الداخلية على نجاح خطة هذا اليوم ووصول الحجاج ولله الحمد إلى مشعر عرفات بوقت قياسي ووقت احترافي. في الحقيقة هذا اليوم ما شاهدناه هو تطبيق الخطة باحترافية، وإن أطلقنا على هذا الحج فهو يعتبر الحج الاحترافي، والاحترافي هو المهني في تطبيق الخطة. حقيقة وصول الحجاج كان في وقت قياسي، انسيابية الحركة المرورية كانت مميزة، انسيابية حركة المشاة كما تشاهد الآن هي في وضعها المميز ولله الحمد. نحن الآن اطمأننا بشكل كبير إن شاء الله على موسم الحج، لأن الحج أولا وصول الحجاج إلى عرفات هو الأهم بالدرجة الأولى. طبعا كل المراحل مهمة في الحج، ولكن الحج هو عرفة، فعدم وصول الحاج إلى عرفة يعتبر مهما كان من تنظيم في بقية المشاعر يعتبر الحج لم يكتمل. ولكن ولله الحمد هذه الخطوة الأولى وبدأنا ولله الحمد. الآن الوضع مطمن، الحجاج اكتملوا بعرفات، أدوا صلاة الظهر والعصر قصرا في مسجد نمرة، وكما تشاهد حركتهم الآن إلى مسجد نمرة. نعم، هذا بالنسبة للناحية التنظيمية كقائد قوات الأمن الحج. من الناحية الأمنية كيف هي الأمور اليوم على صعيد عرفات؟ أنا الحمد لله يعني هذا العام لم تسجل ولا حالة الآن حقيقة، يعني كان هناك اختبارات يعني قوية لرجال الأمن وإلى جميع قطاعات الدولة ولله الحمد. كان يوم أنت كما شاهدت رياح وأمطار، مع ذلك لم تؤثر في خططنا ولم تؤثر في وضع ما تم وضعه من خطط، سواء خطط احترازية أو خطط وقائية. تعاملنا معها بشكل مهني، تعاملنا معها بشكل احترافي، تلافينا كل المخاطر. كان يوم أمس يوم ممطر، يوم في رياح شديدة سواء على عرفات أو مزدلفة أو منى أو في مشعر أو في المسجد الحرام، ولكن ولله الحمد كان التعامل يعني بمهنية عالية، وهذا اختبار كان حقيقة لرجال الأمن. واليوم كما تشاهد يعني كان استكمال الخطة في عرفات بشكل مهني وحقيقة غير مسبوق، ونتمنى أن نعكس ذلك على مزدلفة وعلى منطقة مشهر منى ومنها الحرم إن شاء الله. الآن التركيز نلاحظ وجودكم الآن والقيادات أيضا الأمنية في محيط جبل الرحمة، ما هي الإجراءات التي تقومون بها لتسيير عملية إدارة الحشود في هذا الجبل، وما هي المخاطر التي قد يعني تحاولون أن تقفوا عليها شخصيا من خلال وجودكم في الميدان؟ في الحقيقة أنا أعني من كلمة احترافي، حنا دائما بعد كل حج ندرس سلوكيات الحاج في رحلته للمشاعر. فحقيقة من دراستنا لمشعر عرفات نجد الحاج يتوزع عند قدومه إلى ثلاثة جهات، في الصباح الباكر إلى جبل الرحمة ولا مسجد نمرة وإلى المخيمة، ولكن بعد أداء الصلاة يتجه أغلب الحجاج إلى جبل الرحمة. فلذلك تكون خططنا مركزة على الطرق المؤدية إلى جبل الرحمة ومحور جبل الرحمة والتقاطعات الموجودة فيه، ونعمل خطط تنظيم لتفتيت الكتل ومنع اختلاط المركبات مع المشاه، وهذا ما يحقق لنا انسيابية في الحركة. فلو تشاهد عبر الكاميرا الآن تقاطع له 79 مع الجوهرة تجد الانسيابية في عالية، وكذلك لو نظرنا إلى موقع زبيدة وجبل الرحمة تجد أن الانسيابية فيها بشكل مميز. الحمد لله لم تسجل ولا حالة، وإن شاء الله ينتهي الحج بدون أي حالة للحجاج ونعود لبلدانهم سالمين غانمين. أخيرا الفريق خالد،
لاحظنا في الاستعراض العسكري القوة الأمنية لرجل الأمن السعودي والقوة العسكرية الضاربة، ونشاهد الآن من خلال هذه اللحظات وهذه اللقطات الجوانب الإنسانية، كيف يمكن الجمع لرجل الأمن في عقيدته العسكرية في بمثل هذين الأمرين المتناقضين ظاهريا. نحن في قيادة سلمان الحزم ومحمد العزم لدينا يد حانية ويد تضرب بيد من حديد، هي اليد التي حانية على الحاج هي اليد التي تضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن الوطن، فهذا هو منهجها. رسالتنا في الحج رسالتين، الرسالة الأولى هي خدمة الحجاج والحرص على سلامتهم، والرسالة الأخرى من أراد المساس بأمن الحجاج لن نتركه يعبث لوحده، بل نحن موجودين في كل متر وفي كل شبر ونتابع بدقة، ولكن لله الحمد أمنياتنا أن الحجاج يتفرغوا لعبادتهم، وهذا هو اللي ظاهر أمامنا، ونحن نتابع عن كثب سواء في التنظيم، ولدينا قوات للتنظيم ولدينا قوات للمتابعة ولدينا قوات للتدخل وقت الحاجة. الفريق أول ركن خالد قرى الحربي قائد قوات أمن الحج، شكرا جزيلا لكم، بإذن الله تعالى نلتقي في ختام الحج ونحتفي سويا بموسم حج احترافي كما ذكرت. أنا دائما ننطلق من هنا مع القنوات السعودية حقيقة، ودائما يعني من سنوات وإحنا نبارك لبعض من هذا الموقع، ودائما نبارك في النهاية من الجمرات، وإن شاء الله تكتمل التهنئة في منشأة الجمرات بعد الانتهاء من رحلة الحجاج من رحلتهم خادمين غانمين. شكرا لك. بإذن الله تعالى. إذن متابعينا الكرام، كانت هذه هي الصورة الأمنية والحالة الأمنية لحجاج بيت الله الحرام هنا في صعيد عرفات الطاهر من خلال هذا الحديث من الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات أمن الحج. عمر، الزملاء في الاستديو، الكلمة وصورة من جديد تعود إليكم.